ما أن تنكسر شمس الظهيرة حتى يبدأ الناس بالتوافد على هذه التلال الرملية في منطقة عواثب إمارة رأس الخيمة للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تصاحبها مغامرات على الرمال تخرج الجميع من أجواء الروتين والعمل والحياة الصاخبة للمدينة. من صغرنا نعرف في عواذي، وكان عندنا التل الداخل، التل الداخل هذا، وتل الصفصوف، يعني كان وتل القصة الحين هذا سووا جديد هذا، يعني الحمد لله من كنا صغرنا احنا عارفين عواذي هذه، والحمد لله مستانسين فيها الشباب. في موسم عطلات أكثر الناس إجازة ويبون يروحون عن أعمارهم شيء يعني ترفيهي وناسة والشباب وربعهم، وحتى يعني ما يقتصر على الشباب بس. بالعكس ان العائلات تتجمع، ناس من دول الخليج، الكبار الصغار، كل حد مستانس. احسن من الاماكن الثانيه، يعني مكان ما في يعني كل دوريات تمشي، دوريات شرطه، مكان مرتب منظم، يعني ما في شيء من الفساد ولا في اشياء خطره هني. طبعا مثل ما تشوفون الشرطه موجودين في كل مكان هني، والاسعاف عندهم والمطافي، وطبعا احسن لهم من الشوارع وهالاشياء. مهرجان عوافي يناسب من الصغير للكبير، يقدم أشياء حق الشباب مثل تصعيد السيائير، حق العائلات القرية التراثية أشكال وأنواعها، يحدثنا عن تراثنا. نعم، عدا عن استعراضات المركبات على الرمال، يقدم مهرجان عوافي العديد من الفعاليات الجميلة التي تبدأ مع غياب الشمس مباشرة. فهناك المعرض المصاحب للمهرجان والذي يقدم فقرات متنوعة تناسب الأطفال والعائلات. أنا أعتبرها مهرجانات جاذبة بالفعل للشباب، بدل أنه يضيع وقته في الأشياء اللي ما يستفيد منها، أي هنا ويشوف تراثه، تراث الآباء، تراث الأجداد، ويستفيد. مثل هذه المنتقيات، مثل هذه الأنشطة الثقافية، يعني نحاول من خلالها أن نجذب الشباب أنهم يعني يجون عندنا هني يستمتعون بسهرات الأدبية والأمسيات الشعرية. وليس بعيدا عن المعرض تتربع قرية عوافي التراثية التي تحتضن عشرات المحلات بإدارة الأسر المواطنة المنتجة، وهو ما يشكل دعما لهم يساعدهم على تسيير حياتهم اليومية. موفرين محلات فارشينها وكل شيء، بس نحن مجرد اني ونحط بضاعتنا في المحل، يعني احس وايد يشجعوننا، يشجعون الاسر المنتجه، يبون يطلعون يعني المواطن. الحمد لله رب العالمين. احنا من 3 سنين نشارك في هالمهرجان، قدم فيه الاكلات الشعبيه الخليجيه والمصريه، وطبعا المهرجان الحمد لله وفر لنا مكان مناسب باسعار مناسبه. ويقدم مهرجان عوافي العديد من الفنون التراثية والثقافية والفعاليات التي تناسب أفراد العائلة في أجواء مفعمة بالعروض المميزة. تساهم هذه الفعاليات والعروض في ملامسة أبناء اليوم لماضي أجدادنا الجميل على أرض الواقع.